السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من يد ستور. النهارده ان شاء الله هنشرح كتالوج ماي واي شهر يونيو اللي هو شهر 6. هنشوف ايه اهم العروض اللي فيه. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم ان انا هبتدي ان انا انزل ستوري على الانستجرام، هبتدي انزل حاجات عليه، حاجات يومية، الفيديو هينزل امتى، فتابعوني على الانستجرام عشان خاطر هبتدي بقى اتشجع كده ان انا انزل عليه ستوريز وحاجات زي دي واشارككم معايا في حياتي. مش هطول كتير، يلا بينا نبتدي الفيديو. طيب اول حاجة عندنا عروض الصيف. خلاص اتعودنا ان احنا الفترة دي بدأنا بداية الكاترك دايما بتبقى بالحاجات اللي هي الكحوليات والمعقمات والجو دوت. مش هنطول فيه كتير لان مفيش حاجة فيها جديدة الفترة دي. عندنا الجل بتاع الايدين، احسن واحد عرض فيهم هو الجل بتاع الايد. هو بيبقى عبارة عن جل بريحة الفراولة، بتحطيه على ايدك وتعقمي بيه، ب 14 جنيه قبل الخصم، 70 جرام. الجل التاني اللي هو فيه 70% كحول، البنوتة لقيت لي كنت قايلة ان هو 70% خصم، خدت بالي هو 70% كحول. احسن واحد فيهم اللي هو من غير ريحة، ب 14 جنيه برضو، 70 جرام. ايه الفرق بين دوت وايه الفرق بين دوت؟ صدقوني مفيش اي فرق. بعدين عندنا الصابون بتاع المواعين، بس بيبقى معقم للايد. عندنا كل دول، بس احلى عروض فيهم هما التلاتة دول اللي بريحة البنفسج وريحة الليمون والريحة الاصلية اللي بتبقى بريحة النعناع يعني. اي واحدة فيهم ب 14 جنيه ونص، خصم 50%، 250 ملي يعني قرب نص كيلو. وعندنا سبرينج مش نازل عليه عرض حلو او الشهر دوت، يعني ملوش لازمة. هو سبرينج هو مطهر ومرطب في نفس الوقت، يعني بدل ما تحطي كريم ترطيب وبعدين تطهري ايديكي، لا هو اتنين في واحد. بعدين عندنا بقيه المعقمات، التلاته دول معقمات جل، ودواء جل مطهر للايد بس ده 700 ملي حجم كبير. الجل حمايه بقى ده الصابون السائل بتاع الايدين، 250 ملي، 35 جنيه. اما دول ب 14 جنيه ونص و250 ملي برضو، بس هو ده اقوى شويه يعني. بعدين عندنا الجل ب 14 جنيه يعني نفس السعر. بعدين عندنا بقيه الحاجات بتاعت الصابون السائل بتاع غسيل الايدين. احنا عارفين احنا بنغسل ايدينا على فكره 12 ثانيه، يعني تفضلي تتعكي في ايديكي 12 ثانيه، ب 19 جنيه. فبرضو يفضل الارخص فيهم هم دول ب 14 جنيه ونص، فده ب 19 جنيه. بعدين عندنا ده الشاور جل بقى، الشاور جل اللي هو انت بتستحمي وفي نفس الوقت انت بتعقمي نفسك. فعندك الحجم الكبير اللي هو 700 ملي، اللي هو الحماية المتكاملة، نازل ب 23 جنيه ونص. اما الحجم الصغير اللي هو 250 ملي نازلين ب 14 جنيه ونص، ده شاور جل، شاور استحمام. بعدين عندنا الاحجام بقى التانية اللي هو 70 جرام، دول 70 جرام، ده عامل 18 جنيه، جل مطهر بالفراولة ودوت جل مطهر بالليمون ب 14 جنيه، فدوت مش عليه عرض حلو، ده احلى، بيبقى حلو في الشنطة يعني. وده كمان 70 ملي، يعني انا قصدي ان الحاجات دي للشنطة حاجات صغيرة، ده ب 14 وده ب 11. بعدين نازل بقى تجميعة عروض كده جديدة في ماي واي بس حلوة جدا، وهتشوفوا العروض دي معايا، هجيبها ان شاء الله في اول اسبوع في شهر 6 يعني بإذن الله نعيشنا. بيقولك ايه بقى في العرض؟ بيقولك ان انت لو اشتريت اتنين من الهاند جل بتاع معقم اللي بالفراولة ب 14 جنيه، هو نازل بنفس السعر بتاع الخصم اللي هو ب 14 جنيه برضو، بس هو بيقولك لو انت خدت اتنين منه وخدت اتنين من الجيت فريش الجل بتاع الايدين برضو، وخدت اتنين من المرطب والمعقم اللي هو الحماية، لو خدت اتنين من كل واحد من دول هتاخد اللي هو الهاند جل بتاع اللافندر مجانا، اللي هو الغسيل بتاع الايدين اللي هو تغسله وتغسله بايديكو بدل الصابونه يعني، 250 ملي مجانا. تمام. تاني حاجه بقى عروض الديتول.
ده مش نازل عليه عرض حلو قوي، ده اللي نازل عليه عرض حلو جدا اللي هو ال 480 مللي اللي هو نص كيلو الكبير، الحجم الكبير منه نازل ب 44 جنيه ونص. ده عرض حلو جدا. ده بيستخدم في ايه بقى؟ ده الغطا منه هو غطا صغير خالص كده، بتحطيه على الجردل بتاع الميه وتمسحي بيه الارض، فانت كده مسحتي ويعني نضفتي الارض بتاعتك وعقمتيها وخليتي ليها ريحه كمان. بحط منه كمان غطا صغير في درج الغساله فيعقم الدنيا برده. بخففه بميه وبخه لو انا مع الحاجات خلصت عندي وخلاص مزنوقه، بتحطي غطا منه على لتر ميه ويبقى كده متخفف، تبخ بيه على الاسطح عندك ويبقى بخخ يعني في المطبخ وغيره. استخدامات بقى كتيره جدا. هو امن على فكره على المطابخ لانه هو تمام يعني ما تقلقوش منه، بس طبعا ما ترشوش على الاكل يعني، بس قصدي الرخامه والحاجات دي تمام. في منه بقى الجاهز اللي هو من غير ما تخففي ولا تعملي، انا وريتهولكو في الفيديو اللي فات على طول بتاع فتح كراتين ماي واي. ده سوبر كلين تول مطهر معقم الاسطح، ده العلامه دي يعني اتنين بسعر 42 جنيه ونص، الواحد منهم 300 مللي، واحد بغيار والتاني من غير غيار. طب ليه؟ عشان لما الغيار يخلص تفكيه وتركبيه في التاني. تمام خلاص عرفنا بقى التلاتة دول، اللي هو مطهر الاسطح والارضيات اللي هو ب 12 جنيه ونص 480 مللي. دوت بيستخدم في ايه بقى؟ ده بيستخدم في الاسطح، المقابض، الابواب، الاسطح الصلبه، الاساس والجلود، غسيل الاحواض، الاسانسير والابواب وابواب العمارات، المفاتيح والادوات. تمام لكن ما تحطيهوش على جسمك يعني، ده ما ينفعش على الجسم. تمام طيب بالنسبه للكلور، خلاص الكلور عارفين ان استخداماته يا اما كلور ابيض عادي في الهدوم، يا اما بيتخفف بنسبه 1 لـ5 او 1 لـ7 او 1 لـ10 على حسب انتوا بترتاحوا في ايه. يعني ايه تخفف بالنسبه دي؟ يعني انت لو حطيتي كوبايه كلور تحطي قدامها مثلا 7 كوبايات ميه، ده كده اسمه متخفف بنسبه 1 لـ7 وهكذا. لو بنسبه 1 لـ10 يبقى كوبايه كلور قدامها 10 كوبايات ميه وهكذا. انا بخففه بعمل فيه ايه بقى؟ بعد ما بغسل مثلا الاطباق بحط بقى جردل جنبي فيه بتخفف بنسبه 1 لـ10 دي، واروح غمسه الطبق في الميه دي واحطه على الرشاق وهكذا. المعالق، الحلل، الحاجات دي، فانت تبقى انت برضو عقمتي الحاجه بتاعتك. يا اما ان انت تحطي حاجه منه صغيره جدا على الطبق اللي انت حطيتي فيه الميه والصابون بتاع المواعين، حطي حبه صغيرين، مش غطا لا، حبه كده لا يذكروا، حبه يعني معلقه شاي مثلا عليه وانت بتغسلي المواعين، هيعقم لك الدنيا برضو. ال H2O2 ده 1700 مللي وده 1700 مللي، لكن ده 480 مللي. تمام الكلور ب 30 جنيه، وال H2O2 ب 30 جنيه 75 قرش. تمام كده. بعدين عندنا معقمات الارض، الحاجات دي قديمة قوي بقى واحنا عارفينها. خلاص دي بقى بتاعة الاسطح، بتدي ريحة وبتنظف وبتعقم. تمام اللي عليهم عروض حلوة جدا هما الاتنين دول. الكلينتول اللي هو بالريحة الاصلية اللي هو 1.5 لتر، ده ب 31 جنيه، ده عرض حلو جدا على فكره. وفي اللي بريحه لافندر ال 660 مللي ب 23 جنيه. وخلي بالكم ان العرض الاسبوع الثاني نازل عليه ان انت تشتري 2 بقطعه بسعر قطعه واحده لو عملتي فاتوره ب 100 نقطه، 100 نقطه يعني حوالي 200 جنيه. بعدين نازل جديد وده ان شاء الله هتشوفوه معايا باذن الله، اللي هو ستوب دوت نازل ايه عليه عرض اللي هما الاثنين بسعر قطعه واحده اللي هو ب 36 جنيه. دوت بيطرد النمل، بخاخ بيطرد النمل، بيطرد الحشرات، الصراصير، البق، البعوض، الدبان، يعني الحشرات عموما بتاعت الصيف اللي بتطلع علينا دي هو بيطردها. هو كاتب عليه ان هي تركيبة متخصصة على طرد الحشرات الضارة نتيجة لوجود بعض الزيوت النباتية التي تنفر منها رائحة الحشرات. ليس لها اضرار لانها من الزيوت الطبيعية وسبراي سهل الاستخدام. تمام العلامة دي بيقولك ان في تطبيق نزل في ماي واي، فعلا التطبيق دوت نزل، بدل ما بنتصل بالتليفون عشان نعمل الاوردرات او ان احنا نضيف الاعضاء،
التطبيق ده نزل ان احنا نعمل عليه الكلام ده كله، بس هو دلوقتي بيتجرب على بعض من الليدرات، يعني مش كل حتى الليدرز اتفعل معاهم التطبيق، هم اختاروا بعض الليدرز دول بيجربوا معاهم التطبيق. ليه؟ لان التطبيق شويه لسه بيتاخر، شويه بيحصل فيه اخطاء، لسه ما فتحش كل المحافظات، يعني مثلا ممكن يشحن لمحافظات ومحافظات لا، فعشان كده هو لسه بيتجرب، ولما يبقى تمام ان شاء الله هينزل لينا كلنا. بعدين عندنا من العروض التانية الحلوة قوي، اللي هو بيقول لك ايه بقى، اقوى العروض كلينتور مطهر اللي هو بتاع الاستانلس الافران والشوايات. عايزه اقول لكم ان انا بستخدمه لكل الاستانلس عادي، يعني للبوتاجاز، الحلل، اي حاجه، حتى حاضر المطبخ عادي. بيقول لك بقى لو انت اشتريت 5 قطع من دول ب 13 جنيه وربع سعر القطعه الواحده، هتاخدي كلينتور مطهر عام 200 مللي، هتاخدي 200 مللي منه، اللي هو 220 مللي، هو 220 مللي مش 200 مللي على فكره، تمام. المهم انت هتاخديه مجانا. طيب بيقول لك بقى لو انت اشتريت 2 سيكريت جاردن، 2 سيكريت جاردن دوت اللي هو الدوني بتاع الغسالات وبتاع الارضيات، تخففيه ويبقى مطهر لل الهوا، يعني ترشي بيه يبقى معطر للجو، زائد 2 من منظف التواليت من بريحة الخوخ، اللي هو انت بتحطيه من التواليت من جوه وتنضفي بيه. لو خدتي 2 من دوت وخدتي 2 من دوت، هتاخدي هاند جل بالليمون اللي هو انبوبة 700 جرام، هتاخديه مجانا. فالعروض دي حلوة على فكرة، الحاجات دي بتتباع قوي، فكده كده احنا بنشتريها. فلو مثلا انت هتاخدي 3 قطع من ده، لا زودي 2 منهم وخدي ده مجانا وعرضيه للبيع، هيتباع على طول. بعدين نزل بقى حاجه جديده، ودي انا مش هجربها المره دي، لكن انا هبقى اجربها باذن الله. انتوا عارفين ان انا كل شهر بجيب لكم شويه حاجات على قد مصروف البيت بتاعي، واجربها لكم طول الشهر، اعمل لكم عنها ريفيوز كده قدامكم. فهو نازل بقى حاجه جديده انا ان شاء الله هجيبها، اللي هو المكمل الغذائي، اللي هو ده اهو المنتج اهو قدامكم دوت، مكمل غذائي موجود فيه فيتامينات ومعادن، بيستخدم عشان الناس اللي عندهم ضعف الشهية وعندهم نحافة زي كل عيالنا. في بقى منه بالشوكولاتة وفي بالفانيليا وفي بالموز، تمام. هو 400 جرام. انا ما طبعا عشان هو جديد انا لسه ما شفتوش وما جربتوش، ما عرفش لسه عنه اي حاجة خالص. هو بس 49 جنيه ونص، عامل 21 نقطة. ف يعني انا من ضمن الحاجات ان انا هجيبها ان شاء الله للولاد، بس مش هجيبها الشهر دوت عشان انا جايبه لكم حاجات كتيره قوي الشهر ده عشان ما اخدش الميزانيه يعني، تمام. بعدين الشاي بقى اللي احنا متعودين عليه، اللي عليه خصم حلو قوي، هو في شاي الكركم بس مش عليه خصم حلو، شاي القرنفل عليه خصم حلو جدا ب7 جنيه، في 12 كيس فتله من جوه ب7 جنيه ونص، ده كمان قبل الخصم. في شاي اعشاب تعزيز المناعه دي ب12 جنيه ونص، ده مش عليها خصم حلو. اللي عليه خصم حلو قوي برضو الكركديه، الكركديه نازل ب7 جنيه وربع، في 12 كيس برضو. بعدين عندنا شاي الاسترخاء دوت في ب8 جنيه وربع، في ينسون وعرق سوس، شاي العرق سوس يعني. بعدين عندنا شاي تلطيف الكحة نازل ب7 جنيه وربع، برضو 12 كيس. بعدين عندنا شاي المورينجا ب7 جنيه ونص، وعندنا شاي التهاب الحلق برضو ب7 جنيه ونص. الليمون بالزنجبيل طبعا خلاص، يعني الناس كلها بقى حابه جدا لانه فعلا طعمه تحفه، لو ما جربتوش فعلا جربوه، عامل 8 جنيه. دول يعني مش عليهم عروض قوي بس اسعارهم اهي. بعدين برضو اللي عليهم عروض حلوه قوي التلاتة دول، اللي هو الشاي الاخضر بالنعناع عامل 6 جنيه 75 قرش، وفي النعناع لوحده عامل 6 جنيه ونص، والبردقوش عامل 5 جنيه ونص. على فكره يا جماعه البردقوش حلو جدا جدا جدا، ده اللي عرفته ان هو حلو قوي للفيروس كورونا اللي احنا فيه. عندنا بعد كده اللي هو ايزي فيت، ايزي فيت نازل ب97 جنيه. بصوا يا جماعه ايزي فيت دوت فيه 15، ده فيه 15 كيس، ايوه صح، فيه 15 كيس، الكيس الواحد 10 جرام. هو زي ما قلت لكم ان هو بيساعد على النحافه، لان هو فيه الياف بيقلل من عمليه الهضم، فيخليكي حاسه ان انت لسه مش جعانه، فبيساعد على ان انت تخسي.
طيب انا جربته، لا انا ما جربتوش لان الصراحه انا مش عايزه اخس. في ناس جربته، او في ناس جربته بس النتيجه ما بتبانش من اول اسبوع او كده. اعتقد ان الموضوع ده لسه عايز وقت، فانا مش عايزه اقول عنه اي كلام الا لما اجربه بنفسي او اشوف حد فعلا واثقه فيه ان هو جربه، عشان اقول لكم ما بقاش ايه بقول حلو وخلاص يعني. لا الصراحه انا لسه ما اعرفوش، في ناس بتجربه وهتقول لنا رايها فيه. في بقى سويتي اللي هو السكر بتاع مرضى السكر وبتاع الناس اللي عايزين يخسوا، عشان ده خالي من السعرات الحرارية. ده اللي بيتباع في الصيدليات، الكيس بيبقى فيه 50 كيس، هو ب30.50 جنيه، عرض عليه حلو قوي. هو بمعادل معلقتين 2 سكر، فانت بتحطي الكيس بتاعه فكأنك حطيتي معلقتين 2 سكر، وكمان الدنيا تبقى مسكرة معاكي، ما فيهاش سعرات حرارية، مرضى السكر كمان ما يأذيهمش. فهو الصراحة حلو، لان انا جربت، مش انا جربت انه يعني اعرف حد عنده السكر من قرايبي درجة اولى جربه وفعلا حلو. تمام. بعدين الباوتش بقى، احنا شفناه الشهر اللي فات، احنا اتفقنا ان الباوتشات دي بدأ. انت مثلا عندك الجل بتاع تندر او غير تندر، انت عندك الجل اللي هو ال2 كيلو وخلص، ما ترميهوش، خدي الباوتش ده بيبقى رخيص، بيبقى عامل 49 جنيه، بدل ما تدفعي 55 جنيه، لا ادفعي 49 جنيه، وبيبقى كيس بتروحي مفضيه فاتحه الغطا ومفضيه الحاجه في الازازه بتاعتك. طب انا عندي اللي هو النص كيلو مثلا او 700 مللي، ودوت 2 لتر، خلاص بروح فاتحه الغطا ومفضياه في ال 700 مللي، وبقفل الغطا واركن الباوتش ده على جنب لحد ما الازازه دي اللي هي موجوده في الحمام تخلص، وبعدين ارجع املاها تاني. بس هو موفر جدا جدا، حتى انت لو ما عندكيش الحاجات دي كلها وعايزه تجيبي الباوتش بس عادي، هو بيبقى الكيس ماسك نفسه فانت تقدري تستخدميه، بس مش بيبقى سهل في الاستخدام في الحمام يعني. بس هي دي الفكره. ده نازل بريحه برفان التندر، فطبعا كلنا عارفين ريحه تندر يعني، فتخيلي انت بتستحمي بريحه تندر. نزل بقى عرض حلو جدا، ان هو بيقولك ان انت تشتري 5 قطع. تمام. نازل بقى عرض حلو جدا، ان هو بيقولك ان انت اشتري 5 قطع من اي شاور جيل من الروايح دي، هتاخدي باوتش تندر اللي هو ال2 لتر هتاخديه مجانا. بصوا بقى، 5 قطع من انواع التالية. بص انا الصراحة لسه مش عارفة، هل 5 قطع يعني ممكن تاخدي قطعة واحدة من كل واحد يعني ان هي تنوعيها، ولا 5 قطع من ريحة واحدة؟ اول ما هطلب الاوردر ويجيلي انا هطلب العرض دوت، فلما اعرف ايه النتيجة هقول لكم، وانا بفتح الكراتين ويجي العرض ده قدامي هقول لكم كان ايه الموضوع. وما تخافوش انا يعني هطلب اول اسبوع في الشهر. تمام. واللي عارف يكتب لي في الكومنتات، المتأكد يكتب لي في الكومنتات برضه عشان الناس كلها تعرف. بقى العرض ده خلاص بقى كل يعني نفس السعر كل مرة، الشاورات اشراقة وعنبر وليالي الانس ب46.50 جنيه ال2 كيلو، الخوخ والورد والفل والياسمين ب44.50 جنيه ال2 كيلو برضو، وبعدين بقية العروض التانية تحت، ده ما بيتغيرش السعر ده خالص. البنفسج وعبير الزهور وزهر الليالي برضو ب46.50 جنيه 200 مللي، بقية الشاورات اهي يعني صراحة ما فيش فيها جديد، هو نفس الكلام. العرض الاسبوعي بقى ده اللي لازم نتكلم فيه. الاسبوع الاول زي ما احنا متعودين بيبتدي من يوم 2 في الشهر لحد 11. يوم 11 بيقولك لو انت عملت طلبية ب100 نقطة، ال100 نقطة دي يعني قلت لكم حوالي 200 جنيه، هتاخدي شامبو كيلو باترا اللي هو بيساعد على تطويل الشعر، الحجم 660 مللي، تاخدي ازازتين بسعر ازازة واحدة اللي هي 55 جنيه، وكمان قبل الخصم يعني كمان الاتنين مفروض ان هما ب55 جنيه، لا ده كمان لسه هيتخفضوا 25%، زائد ان انت كمان هيتحسب لك ال22 نقطة دول هتتحسب، فانت لو عاملة 100 نقطة لا هتبقي عاملة 122 نقطة. تمام. الاسبوع الثاني اللي هو من يوم 12 في الشهر ليوم 21 في الشهر، هتاخدي سوبر اتنين من سوبر كلينتول ب35.50 جنيه اللي هو 660 مللي. طب الاسبوع الثالث والاخير اللي هو من يوم 22 ليوم 30 في الشهر، تاخدي 2 من برفانة اسينشال الرجالي الحلوة جدا جدا ب119 جنيه، الاتنين قبل الخصم عاملين 48 نقطة، يعني هتبقى عاملة حوالي 150 نقطة. تمام. هي 55 مللي على فكرة. بعدين عندنا جميلة، منتجات جميلة، انا طالبة على فكرة بتاع ماسك الرؤوس السوداء بس لسه ما وصلنيش، ولما يوصلني هوريه لكم وهجربه معاكم بإذن الله. نازل بس عرض حلو قوي على كريم الترطيب والتنعيم بتاع الايد شديدة الجفاف اللي هي الجافة يعني، عامل 15.50 جنيه، هو 100 جرام يعني حجمه حلو.
بس بعدين عندنا بقى ايه نفس الاسعار بتاعة الجل ومزيلات العرق، الجزء ده بتاع البنات ودوت الرجالي. دي سبراي مزيلات عرق سبراي، تمام، ودوت الجل ومزيل العرق بتاع اكتف، تمام. وهكذا اهو، دي الشاورات بتاعة الاستحمام بس بتبقى كريمي اكتر فبترطب وبتدي ريحة. هي 250 مللي. اللي نزل عليهم عرض حلو هو اللي هو سوفت ميلك اللي هو ب15.5، والتاني اللي هو سحر الغموض ب14.5 جنيه. دول نزل عليهم عرض حلو قوي. بعدين عندنا مع العناية بقى بالسنان، دوت الغسول الفم اللي هو المضمضة بتاع انت بتتمضمضي وتطلعيها، يعني نازل ب14 جنيه، 220 مللي. البخاخ بتاع ريحة البق بيخلي ريحة البق حلوة بالنعناع، عامل 8.5 جنيه. انتوا شفتوه معايا كتير في الكراتين، بس خلي بالكوا ده ما بيتبلعش، يعني انت بخي وبعدين طلعيها. معجون السنان حبيب قلبي، كل اوردر بجيبه المتكامل، انا بحب المتكامل، تحفة لتبييض السنان، ب11.5 جنيه. بعدين عندنا مزيلات العرق الكريمي ومزيلات العرق الرول اللي هي البكرة، عندنا بالمسك الأبيض عامل 9.5 جنيه، والعود الملكي والليمون عامل 12.5 جنيه، واللافندر والزبادي عاملين 7.75 جنيه. أما بقى بقية الروايح عاملين 10 جنيه. فالعرض الحلو هما الاتنين دول، هو طبعا المسك الأبيض دايما بيبقى غالي شوية. بعدين المجموعة بتاعت بيبي اللي هما بقى اللي هما أصغر من سنة، اللي هما البيبيهات الصغيرين خالص، ننزل لهم بقى ايه العروض اللي انتوا عارفينها، كريم الزنك بتاع الحفاضات يعني، والشاور الاستحمام الشامبو الكولونيا. بعدين منزلين بقى الفازلين، انتوا شفتوا معايا في فيديو بتاع ازاي تخلي ريحتك حلوه، وريت لكم الفازلين بتاع تندر. المره دي بقى نازل على كريستال، برفانه كريستال منها الفازلين، هي بتبقى حاجه صغيره كده بس بتقعد كتير قوي، نازله ب9.5 جنيه، بتتحط على مناطق النبض زي هنا ورا الودان، تحت الرقبه، عند الركبه ورا الركبه كده، فبيخلي الريحه ما شاء الله حلوه طول اليوم. بعدين عندنا البودره المعطره للجسم، دي بتبدري بيها نفسك، ممكن تستخدميها كمزيل عرق على فكره، تستخدميها في المناطق اللي فيها احتكاك زي ما بين الرجلين، بتخلي الريحه حلوه جدا. نازل اللي بسهر الليالي ب7 جنيه، نعم، اما اللي هو عبير الزهور والعنبر ب9 جنيه. ماشي. بعد كده عندنا مجموعة الأطفال بس الكبار بقى شوية في السن، عندنا بلسم الشفاف اللي بالكريز، وعندنا بديل الزيت. على فكرة كريم التصفيف بتاع الهيشان دوت حلو جدا، أنا جبته معاكم، حلو جدا فعلا، بيمنع الهيشان للأطفال. في الشامبو والبلسم ب17 جنيه، الشاور جيل فيه ب16.5 جنيه، يعني هي تقريبا نفس العروض. بعدين منزلين بقى على مجموعة الكثافة بتاعة الشعر بتاعة زبدة الشيا، دي بتعمل كثافة حلوة قوي للشعر وبترطبه جدا. منزلين السيرم اللي هما 2 ب46 جنيه، يعني الاتنين بسعر واحدة، طبعا ده قبل الخصم برضو. بعدين منزلين على الشامبو بتاعهم اللي هو 200 مللي ب14.5 جنيه، اما الشامبو اللي هو 660 مللي عامل 42.25 جنيه. الكريم بقى بتاع التصفيف نفسه عامل 22.75 جنيه، وحمام الكريم عامل 19 جنيه. بعدين بعد كده بقيت المجموعات بتاعت العناية بالشعر زي ما انتوا شايفين كده، انا نزلت لكم الكتالوج قبل كده صور واضحة، فبرضو ايه بروحوا شوفوها في الاسعار، بس هي نفس الكلام يعني. طيب الفازلين بتاع الشعر والبشرة اللي بيدي ريحة حلوة جدا، انا وريتكم ده برضو في الفيديو بتاع ازاي تخلي ريحتك حلوة، كان معايا العنبر. المرة دي منزلين على سهر الليالي، منزلينه ب11.5 جنيه، اما الباقيين ب15 جنيه. كريم الزنك بقى ده للكريم الترطيب، ترطيب عالي يعني للعيلة كلها، ب12.75 جنيه. وبعدين الكريم الترطيب بتاع البشرة العادي جدا اللي هو ترطيب بزيادة. عندنا بعد كده بقى العناية بالبشرة، البيبي كريم وكريمات إزالة الشعر، دي كريمات بتزيل الشعر، دي كريمات الترطيب والعناية والتفتيح والتجاعيد للإيدين، دي كريمات التفتيح، واحد بالليمون وواحد بالبروتين اللي هو الحليب يعني،
دوت ممنوع للبشرة الحساسة، ده بالليمون حلو جدا للبشرة العادية اللي هي مش بتتحسس، لكن البشرة الحساسة حلو ليها اللي هو بالحليب. بعدين الصن بلوك، بعدين بلسم الشفايف، منزلين على الاربع الوان دي اللي هو القرفة، قرفة وشوكولاتة وفراولة ونعناع، منزلين منهم ب7.50 جنيه. بعدين عندنا العرض اللي هو المجاني بقى بتاع المنتجات المجانية، ان انت لو اشتريتي طلبية ب200 نقطة على فاتورة واحدة، يعني مش متقسمين، يعني مش تعملي اوردر ب100 وبعدين تعملي اوردر ب100، لا لازم الاوردر كرتون، يعني الكرتونة ب200 نقطة، اول اوردر تعملي على طول ب200 نقطة، تمام. هيجيلك بقى ايه، ملمع الازاز اللي بريحة اللافندر مجانا، وكمان الكيكة الاسفنجية بتاعت الفانيليا 400 جرام مجانا، تمام. فانت تقدري تاخديهم تستخدميهم او تبيعيهم، فتبقي كسبانة فيهم 100%. بعدين عندنا الغسول، بس عندنا بعد كده الغسول اللي هو الغسول بقى بتاع البشرة والايد والحاجات دي، وعندنا السكراب بتاع فروتي. انا جربت السكراب واستنى عنه ريفيو قريب جدا، نازل منه الكريم بتاع البشرة والايد ب 11، ب 10 جنيه، 75 قرش، ونازل المقشر بتاعهم بالاناناس والعسل ب9 جنيه وربع، ونازل اللي هو الغسول لجميع انواع البشرة ب10 جنيه ونص. بعدين عندنا كريم سبرينج بزبدة الشيا، ده للبشرة، في منه المقشر، المقشر حلو جدا، بس خلي بالك ان هو مقشر قوي قوي، فهو هيبقى حلو ليه. تمام. فانا كنت بقول لكم ان المقشر خلي بالكم ان هو قوي جدا، كريم المقشر بتاع سبرينج. فعادي ده يوسف يا جماعة، ولا كان انا سامعين. فاستخدميه للتقشير بتاعك في الكوع، الرجلين، الجسم، لكن ما تستخدميهوش على بشرتك لانه قوي جدا جدا، تمام. هو مقشر لازاله خلايا الجلد الميته لاسمرار الكعب والركبه والكوع، عامل 13 جنيه تمام كده. اخر حاجه هتكون مجموعه العروسه اللي هو كريم التفتيح للمناطق الحساسه والدكنه، يعني مش للوش، ب7.50 جنيه، ودي المخمرية بتاعة الاسبري بتاعة الشعر، بتدي نعومة ولمعان، وكمان بتدي ريحة حلوة جدا. هي 35 ملي، مش كبيرة، مش نازلة عليها عرض حلو اوي الصراحة. عندنا مخمرية العود الملكي نازلة ب17 جنيه، كريم الترطيب بتاع الجلد والحروق نازل ب9.75 جنيه، كعب الغزال نازل ب10 جنيه وربع، مخمرية بتاعت النعومة بتاعت الجسم نازلة ب15 جنيه ونص، وزبدة الكركم دي للشعر نازلة ب9.75 جنيه. انا هكتفي لحد دلوقتي عشان مطولش عليكم، وان شاء الله نكمل بقية الكتالوج ان شاء الله بكرة، هنزل لكم الفيديو في نفس الميعاد بإذن الله. سلام عليكم، شوفكم الفيديو الجاي.